فلت الجهاز من يدي. انا قمت ام العافيه، كان عمري 16 وقتها، اطالع اشوف اثنين اقوى اثنين شفتهم في حياتي وقتها. طالب جامعي كنت احتاج اضحي بطلعات باشياء اسويها عشان اوفر فلوس الاكل، عشان اوفر فلوس النادي. طريقه كلامي مع شكل جسمي كانت دائما تجيب لي التنمر من كل مكان. طيب اليوم حيكون فيديو مختلف شويه، وممكن اقول حاجات ما قلتها بالسابق عن كيف بديت بالجيم وليش بديت اصلا. فخليكم معي ويا هلا والله فيكم، معاكم الكوتش عبد العزيز دلحي. وكالعاده قبل ما نبدا الفيديو لا تنسى تعطيني لايك وتشترك بالقناه عشان توصلك الفيديوهات الجديده اول باول. الان انا قاعد اعرف عن نفسي كالكوتش عبد العزيز دلحي، ولكن اول ما بديت اتمرن بالنادي سنه 2012 ما كنت حتوقع اني حوصل للي وصلت له اليوم، واني اطلع قدامكم واسوي هذا الفيديو اصلا عن كيف بديت بالنادي. الفيديو هذا ما جهزت له ولا شيء، انا قلت لنفسي ابغى اشغل الكام واطلع اتكلم معاكم، يعني اي كلام يطلع من قلبي واحس انه ممكن شخص يستفيد منه حتكلمه، وحتى لو حذكر بعض الحاجات المحرجه كانت بالنسبه لي بالسابق عشان ممكن البعض منكم قاعد يمر فيها حاليا ويقدر يستفيد من التجربه اللي انا مشيت فيها ويصنع حاجة كويسة من وضعه الحالي حاليا. طبعا اول ما بديت انا كانت سنة 2012، قبلها انا كنت امارس نشاطات رياضية ثانية، احب العب كورة، كان عندي نشاطات عالية جدا، ولكن كان عندي مشكلة واحدة وبسيطة، ما كانت بسيطة بالنسبة لي زمان بس اشوفها بسيطة الان. كان جسمي هزيل جدا زي ما انتم شايفين في الصورة هنا. جسمي الهزيل هذا كان يسبب انه الناس تتنمر على شكلي، سواء كنت في مسبح او حتى وانا لابس ملابسي، لانه كنت فعليا هيكل عظمي. كان طولي وقتها 180 او 181 ووزني 55 كيلو، يعني لك ان تتخيل تقريبا كنت جلد على عظمه. فكنت دائما اعاني من التنمر في المدرسه، الهيكل العظمي جاء، حتى ممكن من بعض اصحابي المقربين بالسابق دائما كان في تنمر على شكل جسمي، جاء الهيكل العظمي، شوفوا الهيكل العظمي ما ادري ايش. ولكن انا وقتها يعني كانت سنه 2010 2011، تعرف انت بينك وبين الشباب تقعد تضحك على اساس انه انت مو همك شيء، ولكن لما كنت ارجع البيت واحط راسي على المخده ما اقدر انام من الكلام اللي كان يجيني هذا. طبعا غير التنمر على حاجات ثانيه، انا عندي نطق حرف الراء الى الان صعب، الان افضل، بالسابق كان أسوأ. فبالتالي طريقة كلامي مع شكل جسمي كانت دائما تجيب لي التنمر من كل مكان. كان التنمر هذا عادم لي ثقتي بنفسي، يعني في اشياء كنت احب اسويها، انا كنت احب اطلع الاذاعه زي ما انتم شايفين الحين، انا راضي ما بوقف كلام، فانا احب اصلا الالقاء، احب اني اطلع قدام جمهور واتكلم. فلما كنت في الثانوي، لما كنت في المتوسط كان ما عندي ثقه بنفسي، واخاف انه ايش حيقولوا عني الناس، اخاف اقول كلام بحرف راء ويتنمروا علي او يتنمروا على شكلي. فكانت حرفيا ثقتي بنفسي معدومه جدا، الى ما جاء في يوم من الايام سنه 2012 طلعت بنفسي بالمرايا بعد الشاور وقلت لمتى انت حتبقى زي كذا، لازم اسوي شيء مختلف عشان اتخلص من المشاكل النفسيه اللي كنت معيش نفسي فيها. طبعا حاليا لما اتذكر كيف كنت أضغط على نفسي وأعيش نفسي بأوهام إنه يا الله كل الناس قاعدين يطالعوا فيا، كل الناس قاعدين يطالعوا بجسمي، إيش بأمه ذا نحيف، إيش فيه شكله كذا، ليش يتكلم كذا. فكنت أحس بإني كل الناس دائما بيطالعوا فيا. ممكن في بعض منكم يعاني من المشكلة هذه، إذا كان عندك سمنة أو عندك نحافة زايدة سواء أنت كنت ولد أو بنت. فسنة 2012 سجلت بالنادي وقلت خلاص لازم أعضل، لازم أغير من جسمي. فمشيت على النادي متحمس كل حماس ويلا أحس بأنه الموضوع حيكون سهل بالنسبة لي. طبعا بديت النادي كنت في السعودية لسه، كان عمري 16 سنة وكنت صف ثالث ثانوي. فالمهم تجربتي بالنادي أول أسبوع كانت سيئة، وكان ممكن أوقف أني أتمرن بعد التجارب اللي حصلت لي. أول أسبوع بالنادي أنا لسه قاعد أتعلم، قاعد أسأل الكوتش هناك إيش أسوي، إيش ألعب، إيش العضلات، ما كنت فاهم ولا حاجة. فكالعادة الكوتش أعطاني التصريف المعتاد، أخذ شامل يا كوتش، لف على جميع الأجهزة
وخلاص انت كذا خلصت لليوم. فكان يلعبني الاجهزه بالترتيب، الليج اكستنشن، اللاينج ليج كيرلز، تمارين الصدر، تمارين كلها بالاجهزه. تعرفوا لما تكون الاجهزه مرصوصه حول النادي كان يخليني كذا اسوي طواف، فيقول لي خذ 3 جلسات 10 عدات وكذا انت خلصت اليوم. فقاعد اخذ الجوله تبعي، قاعد اهبد العب غلط، بس كنت مبسوط وقتها متحمس. الين ما جاء وقت تمرين السحب العلوي لعضلات الظهر، اللاتس بول داون. فجيت قاعد اهبب اطلع مبسوط شويه، خلصت اول عده، ثاني عده، طبعا العدات كلها غلط. لك ان تتخيل شكلي لما حطيت لكم الصور تبعي وانا قاعد العب نص عده والفورم غلط وقاعد اسحب البار لين تحت. فشويه وانا في العده الخامسه جاء واحد و فلت الجهاز من يدي. انا قمت ام العافيه، كان عمري 16 وقتها، اطالع اشوف 2 اقوى 2 شفتهم في حياتي وقتها، كبار كذا معضلين، يعني تعرف انت لعيبه كمال الاجسام اللي ماخذين هرمونات، هم هذول الاثنين كذا يطالعوا فيا وانا مسكين قاعد اطالع من تحت. قالوا لي تفضل حبيبي العب بعيد. انا وقتها حقت ما اقدر اوصفه لكم، يعني على شخصيتي وقتها وعدم ثقتي بنفسي، وانا قاعد احاول اني اوكي اسوي نفسي عادي، ويجيني الموقف ذا خلاص وجهي حمر كذا ومعصب، بس طبعا ما حسوي شيء عشان لا يلكموا جدي. فمشيت زي الحلو عند الدنابل وما كملت، رحت الحمامات اخذت شنطتي ومشيت. ووقتها ما نمت بالليل، حاقد 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 حاقد. وفعليا ذيك الليله كنت قاعد اقول لنفسي خلاص انا مستحيل وضعي يتحسن، وما ابغى احط نفسي بمواقف بايخه زي كذا، وحوقف امشي الجيم. وفعلا وقتها قطعت 3 ايام ما مشيت الجيم ابدا، الين اليوم الخامس قعدت اقول يا عزوز حتبقى زي ما انت، روح اضغط على نفسك شويه، مو مشكله حتى لو حصلت لك مواقف بايخه، روح سوي اللي تقدر عليه. وفعلا وقتها كملت 3 اسابيع 4 اسابيع، كنت دائما ملقوف كذا، اي واحد اشوف جسمه كويس يا كوتش كيف العب، اسال الكوتش اللي في النادي يلف طيب لو لعبت كذا لو سويت كذا، كان دائما عندي الفضول هذا. وهذا الشيء اللي انا دائما احثكم عليه، لو ما عندك كوتش ابحث على النت، الان المعلومات موجوده في كل مكان، على صفحتي على اليوتيوب، طبعا يوتيوب كل المعلومات هذه متاحه لك وعلى اساس علميه. اي بحث على العام جوجل حتلاقي المعلومات اللي انت تحتاجها، برامج مجانيه، كيف تسوي جدول غذائي، كل حاجه متاحه لك، مو زي اول ما بديت انا على أساس عمري 35 سنة، يعني 2012 ما كان فيه نفس المصادر اللي موجودة عندكم حاليا. فابني مكتبة المعلومات هذه بنفسك، وحتلاقي بعد 6 شهور بعد سنة وانت دائما تسأل وتشوف وتبحث وتجرب بنفسك وتغلط، حتتعلم الأشياء الصح وحتتعلم الأشياء اللي لازم تسويها، وهذا الشيء اللي أنا كنت قاعد أسويه. طبعا كملت النادي في السعودية 3 شهور تقريبا، وجاء وقت الجامعة، ووقتها كنت مقدم على ماليزيا، وجاني قبول في الجامعة بماليزيا تخصص هندسة. طبعا ليش دخلت هندسة لا تسألني، لأنه ما كان عندي أي حاجة ثانية تلفت انتباهي، وكان أبوي الله يحفظه مهندس، فقال لي يدخل هندسة، فقلت يلا دامك أنت مهندس وناجح أنا حخش هندسة معاك يلا. ومشيت ماليزيا وانفتحت لي عوالم وأبواب جديدة في حياتي ما انفتحت علي، كانت أول سفرة لي، وفجأة أشوف بيئة مختلفة، بنات كاشفات، ترى صدمة، يعني مو زي الحين، اللي كان عايش بسنة 2012 حينصدم فجأة لما يطلع أول سفرة له، فكان كل شيء جديد بالنسبة لي. فإيش أول شيء سويته هناك قبل ما أشوف جامعتي، قبل ما أشوف أنه القبول تبعي تمام؟ رحت ودورت على جيم وسجلت بالجيم سنة كاملة. هناك عندهم جيم زي الجيمات اللي عندنا، فتنس تايم، بودي ماسترز، موجودة في كل مكان في ماليزيا. سجلت عنده، قلت له بكم السنة؟ قال لي 2000. قلت له 2000 بس خذ يا شيخ. هو انصدم، هم 2000 عندهم غالية، بس احنا هنا الـ2000 ولا شيء، ما تسجلك حتى شهرين، يمكن 3 شهور في فتنس تايم أو بودي ماسترز. السنة بالنسبة لي 2000 خذ سنة على طول، يمكن أنا الوحيد اللي اشتركت سنة هناك. لاحظت حاجة في البيئة هناك، كان في دعم كمبتدئ، كان يجيني دعم. طبعا ما يعني انه كانت البيئة سيئة لما كنت في السعودية، ولكن صدف اني تواجدت جنب اشخاص سيئين، ووقتها وعدت نفسي انه لما ان شاء الله اوصل وعدل جسمي ويصير عندي معلومات كافية، ما اخلي احد يمر باللي انا مريت فيها ذاك اليوم، او بالاشياء اللي انا عانيت فيها خلال رحلتي هذه.
وهذا السبب احد الاسباب لكل شيء اسويه على السوشيال ميديا، النصائح والمعلومات اللي اقدمها لكم على يوتيوب، على انستغرام، على التيك توك، على سناب شات. اذا مو متابعني سناب شات اكد تتابعني كمان، لانه هذا هدفي وشغفي بالحياه. فتعرفت على واحد من زملائي في الجامعه هناك في ماليزيا كمان، وشافني بمشي الجيم وقال يلا انا حصير اخاويك وامشي الجيم معاك. سبحان الله بدينا وطلعنا سوا، والى الان احنا الاثنين مكملين. فاول 8 شهور حرفيا كل شيء غلط، العب غلط، اكل غلط. كنت عندي اعتقاد انه بس تاكل بروتين بعد الجيم، مستحيل تاكل كارب لانه الكارب حيجمع لك دهون. كنت مقتنع 100% بالكلام هذا. فاخلص من الجيم اكل تونة، المفروض وزني يزيد، وزني قاعد ينقص. فوصل وزني يمكن 58 كيلو وقتها، كنت مبسوط، يمكن زدت 4 كيلو في 8 شهور. بعدين شوي شوي بدأت أتعلم أنه يمديك تدخل نشويات، ما هي مشكلة. بدأت أتعلم التكنيك الصحيح للتمارين، أشوف على اليوتيوب. بعد سنة ونص بالضبط بدأت ألاحظ الاختلاف على جسمي. طبعا الموضوع أخذ مني وقت أطول. طبعا هذا لا يعني أني ما تحصلت على نتائج بالثمانية شهور اللي كنت قاعد ألعب فيها غلط. طلعت لي سكس باك، حط لكم صورة هنا، جسمي تقسم بس لسه هزيل. يعني أبان معضل أو جسمي كويس لما أفصخ التيشيرت، بس أنا لابس كأني بحياتي ما لمست حديد أصلا. اللي لاحظته خلال شغلي على نفسي وخلال التزامي بالنادي، ثقتي بنفسي كانت قاعدة تزيد بشكل خرافي، خصوصا اني كنت في الجامعة. يعني كنت في مرحلة صعبة، لازم الان تتكلم مع الدكاترة، عندك زملاء في الجامعة تتكلم معاهم، عندك حصص تلقي فيها بالانجليزي، كانت انجليزيتي سيئة، قاعد اتعلم انجليزي كمان. فكل الاشياء الصعبة اللي كنت اسويها كانت قاعدة تنمي لي شخصيتي. التزامي بالنادي قاعد يزيد ثقتي بنفسي، اني انا وعدت نفسي اني حلتزم وقاعد التزم فعلا. واذا انا قاعد التزم بالنادي اقدر التزم بالجامعة كمان، واقدر التزم بحاجات ثانية ايضا. بدأت ثقتي بنفسي تزيد، تعاملي مع الناس اختلف، نظرة الناس لي اختلفت. طبعا شئت ام ابيت شكل جسمك حيحدد الناس كيف حتحكم عليك. كلنا، اي شخص قاعد يشاهد الفيديو هذا، اول ما يشوف شخص انه مثلا عنده سمنه حيحكم عليه بدون ما يقول، وحتى بدون ما هو يقصد حيقول اوه هذا شخص سمين. لما تشوف شخص نحيف حتقول هذا شخص هزيل بدون ما تقصد، وما هي حاجه سيئه. بس بنفس الوقت لما تشوف شخص جسمه كويس حتقول اوه هذا الشخص جسمه كويس، فاكيد انه يهتم بجسمه ويهتم بصحته. وكملت سنه، سنتين، 3 سنوات، 4 سنوات، السنه الرابعه وصلت لمستوى خرافي، هحط لكم الصورة هنا. يعني كان من أفضل المستويات اللي وصلت لها من ناحية الكتلة العضلية. وموضوع الثقة بالنفس هذا خلاص أصلاً ما كنت أفكر فيه أصلاً، ولكن وقتها دخلت بدوامة ثانية، دوامة الهوس بشكل الجسم. كنت أحس إنه الشيء الوحيد اللي أنا قاعد أقدمه للعالم أو ممكن أقدمه للناس هو شكل جسمي. وبدأ الموضوع هذا ينعكس علي بطريقة سلبية، لأنه كان أكبر همي أنه ليش عضلات البطن ما هي مقسمة، خلينا نشف زيادة، يا الله شكل عضلات الباي ليش كذا، لازم أعدلها. فوصلت مرحلة أنه خليت الجيم بدل ما يكون حاجة كويسة، حاجة تعزز ثقتي بنفسي، حاجة تخلي شكل جسمي وصحتي أفضل، إلى حاجة ممكن قاعدة تخلي صحتي أسوأ. كنت أتمرن 6 أيام في الأسبوع، كنت أضحي اني اطلع مع العيال، كانوا دائما يقولوا لي نبغى نطلع، اقول لهم لا معليش عندي نادي، او اوه ما اقدر اطلع معاكم انا ملتزم بنظامي الغذائي. اللي جالس امامكم يطالع يقول ليش انا كنت اسوي كذا. ولكن الحقيقه النقله النوعيه اللي حصلت لي من عزوز 2012 الى عزوز 2015 2016، كان ممكن في حاجه جواتي خايفة انه عزوز يرجع زي ما كان 2012، والشيء هذا هو اللي سبب لي الهوس اللي كان عندي هذيك السنوات. وايضا كالعادة مع الوقت بديت اتعلم انه لا، لازم تطلع، لازم يكون في موازنة. النادي ما هو حياتك بالكامل، انت عندك جامعتك، عندك اصحابك، عندك اهلك. لدرجة اني بعض الاحيان كنت اسحب على كلاسات عشان الحق اكل وجبتي او عشان امشي الجيم. وحتى رسبت أول سنة في الجامعة، طبعاً الجامعة فيها تمهيدي السنة الفاونديشن، بعدين فيها أول سنة، رسبت بأول سنة الفصل الأول كامل والفصل الثاني كامل. كنت أقضي 3 ساعات بالجيم. السكن اللي كنت ساكن فيه هو سكن الجامعة، فبالتالي كنت عشان أمشي الجيم أطلع أمشي من عند بيتي 15 دقيقة لمحطة الباص، وبعدين
الباص ياخذني على محطة القطار، هذه فيها 20 دقيقة، بعدين القطار ياخذني لمحطة هذه كمان 15 دقيقة، ولما أوصل المحطة اللي فيها النادي لازم أمشي كمان 15 دقيقة، ولما أوصل النادي أكيد حقعد ساعة عبال ما أتروش وأطلع، هذه 20 دقيقة. فبالتالي المشوار كامل بكتشب ومايونيز، وكان ياخذ معايا 3 إلى 5 ساعات من يومي. فلك أن تتخيل الهوس، كان الشيء الوحيد اللي أسويه هو النادي. طبعا كان عمري 18 سنة 19 سنة، ما عندي سيارة ما عندي حاجة، كان لازم أخذ الباص. طبعا ما قاعد أقول لك أنك تسوي مثلي، هذه قصتي أنا وماني فخور بالأشياء اللي سويتها، ولكن كان الموضوع أولوية بالنسبة لي أني كنت أضحي بأي حاجة، مستعد أحط 5 ساعات 6 ساعات من يومي عشان أمشي الجيم وأرجع من الجيم وأخلص وجباتي وأنام. فالخلاصة اللي أبغى أوصلها لكم أنه أنت ما تطالع النتيجة النهائية اللي وصلها الشخص، أنت ما تعرف الأشياء اللي عاناها بالسابق، قديش ضحى في حياته بأشياء عشان يوصل اللي هو وصل له حاليا. وبالتالي أنت ما تقارن نفسك والصفحة الأولى تبعك بالصفحة الألف تبع شخص ثاني. يعني لما تشوف شخص جسمه كويس على السوشيال ميديا، ما تقارن نفسك وتقدمك الشهر أو الشهرين اللي أنت مشيت فيها فيه، لأنه الشخص هذا ممكن يكون له 6 سنين 7 سنين 9 سنين ملتزم وضحى بحاجات وحصلت له مشاكل، زي المشاكل اللي حصلت لي، زي ما شفته كان عندي مشاكل نفسية، كان عندي عانيت من تنمر، كان عندي مشاكل مادية، كنت طالب جامعي، كنت أحتاج أضحي بطلعات بأشياء أسويها عشان أوفر فلوس الأكل، عشان أوفر فلوس النادي. فعشان تكون عادل مع نفسك دائما قارن نفسك بنفسك، خذ الكتاب تبعك صفحة صفحة، امشي الصفحة الأولى الصفحة الثانية الصفحة الثالثة إلين ما توصل الصفحة الألف تبعك أنت. الصفحة الألف تبعك أنت مو لازم تكون نفس الصفحة الألف تبعي أنا. عزوز عانى 2012 عشان يطلع، درس هندسة، اشتغل في الهندسة سنة ونص، ما عجبه الموضوع ترك الهندسة، الآن يشتغل في المجال الرياضي والمجال اللي هو يحبه ومجال شغفه كفول تايم. فأنت الصفحة الألف تبعك ممكن تكون مختلفة، ممكن تعدل جسمك، تعدل صحتك، وتشتغل بوظيفة أنت تحبها، وتوصل لدرجات عالية جدا وأنت محافظ على صحتك وعافيتك. فعشان تكون عادل مع نفسك لا تقارن نفسك بأحد، ودائما خذ كتابك واكتب قصتك صفحة صفحة. وكمان أبغاك تستفيد من تجربتي السابقة وتعرف أنه أنت لما تمشي النادي وعندك سمنة أو عندك نحافة ما في أحد يطالع فيك، الشيء هذا بشكل أساسي بعقلك بطريقة تفكيرك، أنت تعتقد أنه كل الناس قاعد تطالع فيك، ولكن بالحقيقة أنه كل الناس مشغولين بالأشياء اللي هم بيسووها، لأنه الشخص اللي بيجي النادي على الأغلب يبغى يخلص تمرينه بسرعة ويمشي. وإذا كان في نفترض فعلا شخص قاعد يطالع فيك ويحكم عليك إيش بأمه ذا شكله كذا جسمه كذا، لازم تكون عارف أنه الشخص هذا عنده كمية فضاوة في حياته وفي طريقة تفكيره لدرجة أنه ما عنده شيء يشغل وقته فيه إلا أنت، أو إلا أنه يستنقص بالناس اللي حوله. لأنه الناس هذول، خليني أقول لك حاجة، الناس اللي بتتكلم على الأشخاص اللي قدامهم هم ناس ناقصين من جوا، فبالتالي هو كيف يسد النقص اللي عنده ويحس بالرضا عن نفسه؟ عن طريق أنه يستنقص من الناس اللي حوله. فهو عالق بالدوامة هذه من الكلام على الناس والاستنقاص من الناس عشان يحس بالكمال والرضا عن نفسه. فلا تخلي شخص فارغ من جوا ما عنده أي حاجة بقيمة عالية يشغل وقته فيها غير أنه يتكلم على الناس يحبطك وينقص من معنوياتك. وخلي في بالك بدايتك الحين لا تمثل مستقبلك، مستقبلك يتمثل بالشغل اللي حتشتغله على نفسك يوم بعد يوم، أسبوع بعد أسبوع، شهر بعد شهر. وصدقني مهما كان الشغل اللي قاعد تشتغله على نفسك حالياً، شخصيتك المستقبلية بعد سنة بعد 5 سنوات من اليوم حتشكرك على الشغل هذا، نفس ما أنا قاعد أشكر عزوز 2012 إنه ما وقف رغم المشاكل اللي واجهته، رغم التنمر اللي حصل له، وكمل شغله على نفسه وصنع من نفسه حاجة هو فخور فيها حاليا. وطبعا هذا لا يعني إني خلاص حوقف، لسه القادم أفضل وعندي سنوات طويلة أطور من نفسي وأخلي نفسي سنة 2030 إن الله أحيانا فخورة بنفسي الحين إني قاعد أسوي الأشياء اللي أنا قاعد أسويها حاليا. فصدقني مهما كان وضعك الحالي
تقدر تخليه أفضل لو أخذت الخطوات اللازمة عشان تخليه أفضل. وهذا كان الفيديو حق اليوم، معليش طولت عليكم، بس حبيت أني أشارك تجربتي من نواحي عديدة. شاركني بالتعليقات تجاربك الحالية أو تجاربك السابقة وكيف تغلبت عليها، لأنه صدقني زي ما أنا شاركت تجربتي معك وممكن استفدت منها ممكن لا، أنا اللي علي أني طلعت الكلام اللي في قلبي، ممكن شخص يقرأ تعليقك وتجربتك ويستفيد منها أيضاً ويخلي من نفسه شخص أفضل بسبب التجربة اللي أنت شاركتها معنا. وشارك الفيديو هذا مع شخص ممكن قاعد يمر بنفس الحاجات اللي أنا مررت فيها بالسابق، أكيد حيستفيد منه. وشوف الفيديوهات السابقة حتفيدك وحتساعدك أنك توصل لأفضل صحة وأفضل جسم. هذا كان فيديو اليوم وأشوفكم فيديو جاي. سلام.